هكذا تستمد ايضا التحديات والإثارة في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الجبيب. تابعنا الإثارة وتابعنا التحدي، تابعنا المنافسة، وأول افتتاح 3 كيلومترات سن الحقائق شارة الاتحاد لسباقات الهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم الميمون، في هذا اليوم المشهود الذي يحتضن هذه الرياضة، الذي يحتضن هذه المنافسة، منافسة الهجن العربية الأصيلة، في يوم وضع للالتحديات والمنافسة 3 من شهر 10 2019. هذه الانطلاقة، هذه التحديات، هذه المنافسة. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الجعدان، شوط المنافسة، شوط ليس بقلية اهتمام عن الشوط الماضي، شوط حامل أسماء قوية لعل الأبرز من تصدر، من سيطر على المقدمة. نبهة، الله يا نبهة، والله على الصدارة، الله على القيادة لسيد سلطان بن سعيد بن قانم بن يريو المنصوري على الصدارة، وفخامة الاسم تكفي على مقدمة الشوط. المركز الثاني على ثاني المراكز هناك الحاضر والمتواجد سراب محمد بن سلطان بن ناصر المقبالي. المركز الثالث القادم الحذر نايد بن مسلم بالزفنة، ووصل وتحرك مرفوق مرفوق لسيد سالم بن سلطان بن سالم الزرعي، يقدم لنا مرفوق، وصل ايضا وتحرك في هذه اللحظه، والقادم براق لسيد راشد بن سالم بن خلفان الكعبي، من قدم لنا حضوره بالامس على ارضيه ميدان الوثبه. التهاني والناموس لكل من فاز، لكل من توفق، لكل من تلومس. ايضا على المركز الرابع هناك الحال والمتواجد اللي وصل، اللي حضر، وصل الخطير، وصل الشعار الخطير، وصل ايضا شعار الانجازات ممثل جميرة، وصل على المركز الثالث القادم معزز 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 للسيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الله يا معزز. المركز الخامس هناك القادم ايضا في هذه لحظة الفاتن، وصل خميس بن مسلم بن زريم الزرعي، يقدم لنا حضوره، يقدم تواجده. شوف اللي انضم، شوف اللي وصل، شوف اللي حضر، شوف اللي تقدم في هذه اللحظة. وصل وتحرك اللي هو أيضا مرزام، وصل مرزام لسيد سهيل بن عبيد بن لحاس العامري، يقدم مرزام، ولكن سلموا لي على الصدارة، على المقدمة، على نبهة، نبهة نبه 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 على المركز الأول، نبه على الصدارة من بداية الانطلاقة، من بداية الانطلاقة، مسيطرا على القمة، مسيطرا على البداية، مسيطرا على المركز الأول، مسيطرا بهذا الأداء الجميل. بوسعيد حاضر، بوسعيد يتقدم، بوسعيد بدأ يقدم الفارق، يقدم الفارق. بسم الله وما شاء الله تبارك الله. الله يا نبهة، الله يا نبهة، الله على الحضور، الله على البداية. الشوط الرئيسي، الشوط الأول، الشوط الأول مع نبهة، نبه 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 بن يريو، نبه بن غانم، اغتنم الفرصة، اغتنم الإنجازات. بسم الله وما شاء الله. خلاص يا أبو سعيد، خلاص، خلاص يا أبو سعيد، خلاص. بدأ ينطلق، بدأ يسيطر، بدأ هنا ينطلق على المركز الأول، يأكد بأنه نجم لهذا
في هذا الشوط. سلامي على هذا الأداء سلطان بن سعيد بن يريو المنصوري بقيادة أحد الفطاحلة، أحد النجوم، أحد المقامرين دائما وأبدا أينر والمنجزين، سالم بن سعيد بن يريو المنصوري. سلام يا المنتصر، سلام سلام يا المنتصر، سلام سلامي على هذا الأداء الجميل اللي يقدمه نبه في هذا الشوط. ممثل الفقع، ممثل الفقع، والمنتصر ينتصر، المنتصر ينتصر، والعصافة البطان ما حركه أبو سعيد، ما حركه الله على هذا الأداء من بداية الانطلاقة. شوف المركز الثاني، شوف الفارغ، ونعود مع الصدارة، نعود مع البداية. سلام 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 يا الفقع، سلام، تهانينا والناموس للسيد سلطان بن سعيد بن يريو المنصوري، والتهنية لك أبو سعيد سالم بن سعيد بن يريو على هذا الفوز اللي قدم نبه بدون أي أوامر. المركز الثاني اللي وصل فيه مشاهدينا الكرام شعار نايد بن مسلم بالزفنة، المركز الثالث شعار سيد سعيد بن محمد بن حميد اللي وصل على المركز الثالث اللي هو بالفعل الشبل سعيد بن محمد بن حميد الاكتبي، والمركز الرابع وصل في مرزان مسهير بن عبيد باللحاس العامري، والمركز الخامس وصل على خامس المراكز مشاهدينا الكرام اللي هو الاسد محمد بن علي بن سعيد، والمركز السادس الفاتن خميس بن مسلم الزرعي. نعود ونهني سلطان بن سعيد بن يريو المنصوري على فوز نبه بهذا الشوط. التوقيت 4:48 ثانية، تهانينا والناموس للفائزين.